كروي مثير اليوم بين النادي الافريقي ونادي صفاقس. لن نركز في تقريرنا على أحداث قمة الدوري التونسي بين النادي الإفريقي والنادي الصفاقسي، فقد حضر كل شيء، إلا أن النادي الصفاقسي بقيادة فتح جبال لم يكن محظوظا واصطدم بحارس النادي الإفريقي العملاق. ما سنركز عليه هو درس في الولاء والوفاء، فالنادي الإفريقي عانى في السنوات الأخيرة من أزمات عصفت به وتسببت أخيرا في خصم 6 نقاط من رصيده عقوبة من الفيفا. جماهير النادي الإفريقي رفعت لافتات بالروح بالدم نفديك يا الإفريقي، وأطلقت حملات جمع تبرعات لتنقذ فريقها، والنتيجة إلى حد الآن فاقت 5 مليارات من العملة المحلية. الفقير قبل الغني، كلهم اتحدوا وتضامنوا، والكرة لم تبخل عليهم ليفوز فريقهم بهدف الدقائق الأخيرة. الهدف الأول لصالح النادي الإفريقي في هذه المباراة. النادي الإفريقي عائد إلى سابق عهده لينافس بقوة على كل البطولات ويمتع جماهيره الوفية. حمادي قردبو، صدى الملاعب.